الذي يحتفل فيه الإسبان باسترداد الأندلس، وهو الثاني من يناير من كل عام. وقد عقب ذلك هجرات لأهل الأندلس الأصليين من مسلمين ويهود، وخضع من بقي منهم لما عرف في التاريخ بمحاكم التفتيش لحملهم على تغيير دينهم. انضم إلينا من الرياض منى حوا، مديرة حملة الأندلس. سيدة منى، يعني ما الفكرة من وراء تخصيص ربما يوم في المدونات لذكرى ضياع الأندلس؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية بشكر الجزيرة على الاهتمام بهذا الأمر وبهذا الشأن، وهو مسألة كبيرة جدا، ليست سهلة أن يتم سقوط أم يتم مرور 521 عاما على سقوط الأندلس. الأندلس ليست مجرد قطعة من التاريخ أو مجرد فترة تاريخية أو مجرد أرض سقطت. سقوط الأندلس حدث قد غير الكثير من مجريات تاريخ العالم، وليس العالم العربي أو الإسلامي فقط، بينما بل العالم كل ككل. فليس من المقبول كما أعتقد أن تمر ذكرى كهذه مرور الكرام دون أن يتم الإشارة لها أو يتم التنويه لها خاصة. نعم، الإشارة لها والتنويه لها، لكن ماذا عن الاستجابة لدعوتكم؟ كيف تقيمينها؟ بحمد الله كثير من الشباب والكثير من الكتاب قد انضموا لهذه الحملة بشكل لم أكن يعني على غرار السنين السابقة. يعني هي المرة الثالثة التي نقيم فيها حملة لإحياء الأندلس سنويا يوم 2 يناير في ذكرى السقوط. هذا العام كان في تفاعل أكبر بكثير خاصة على تويتر بالنسبة لسقوط الأندلس. ربما لا أعلم ما السبب بالنسبة للتفاعل الأكبر هذا العام، لكن ركزنا هذا العام على إرسال أكثر من رسالة، هو أن الأندلس إذا كانت تسقط من الخارطة يجب أن لا نسمح لها أبدا أن تسقط من الذاكرة. هذه المسألة هامة جدا بالنسبة لنا ولشبابنا، وكان في نوع وعي كبير في التعاطي مع هذه المسألة وإشارات كبيرة ومشرفة. يعني لم يكن تناولا عاطفيا أو تناول من نوع من الحنين فقط، ولكن كان هناك إشارة لتحليل للتاريخ، كان هناك دراسة لأسباب السقوط، كان هناك ربط بالواقع، وهذه الأمور لم تكن متوقعة بالصدق. المسألة الثانية التي كان من المهم الإشارة لها من خلال هذه الحملة أنه نحاول أن نزيل نوع من الضبابية المرتبطة دائما مع تاريخ الأندلس، الصورة التي ترتبط بعود يعزف ونساء يرقصن وحكومة تعربد حكام تعربد. فلذلك كان هناك نوع من الاهتمام بأن نركز على التاريخ بأنه تاريخ إبادة، بتاريخ حقيقي، تاريخ لأمة شهيدة، تاريخ سيدة منى، أربع قرون طويلة من النضال المستمر لحفظ الهوية الأندلسية. من المهم جدا طبعا أن يعتبر الإنسان من التاريخ، لكن قد يقول قائل بأن الأمة حاليا أمامها العديد من التحديات. ما الذي يمثله باعتقادك هذه الوقفة والنظر إلى الخلف؟ هي ليست نظرة للخلف إطلاقا، هي نظرة للأمام بشكل كبير. نحن عندما نتحدث عن الأندلس، نحن نتحدث عن تغريب الأندلسيين، نحن نتحدث عن تهويد القدس، نحن نتحدث عن المجازر التي تنتهك بها الإخوة الأشقاء في سوريا، نحن نتحدث عن النزاعات التي تحدث في مصر، نحن نتحدث عن كل الأمة بكاملها من بورما إلى تركيا إلى كل البلاد العربية والمسلمة إلى كل البلاد التي يجتمع فيها حق الإنسان وحق هوية وحق أن تحفظ ذاكرته من النسيان وأن تحفظ ذاكرته من الهدم. عندما نتحدث عن الأندلس نحن نتحدث عن المستقبل، لا نتحدث أبدا عن قطعة منسية. ثم أن الأندلس تحديدا ليست تاريخا أبدا، الأندلس فيها جزء كبير من الواقع. قد أشرت سيدتي في بداية التعريف أن الإسبان يحتفلون سنويا بسقوط الأندلس، وهذا ليس احتفالا باستقلال كما يروج البعض، هذا احتفال بجريمة، لأن الأندلس لم تسقط، الأندلس سلمت تسليما بمعاهدة دولية بين الحكومة الشرعية التي كانت توجد في الأندلس في تلك اللحظة وبين الحكومة التي قد أو بين المحتلين الذين أتوا من الممالك القشتالية والأرجونية التي قد توحدت فيما بعد من أجل إسقاط الأندلس. هذه المعاهدة نصت على حفظ في بنود نصت على حفظ حقوق الهوية الأندلسية، وقد تم بشكل فظيع جدا يعني دحض هذه البنود وغدر هذه البنود. هم فعليا يحتفلون
يحتفلون بالغدر، هم يحتفلون بالجريمة، فليس من المقبول أبدا أن يتم محو هوية أندلسية كاملة والاحتفال بسقوطهم، بل بالعكس يجب أن يكرموا، يجب أن يحكوا كشهداء، ويجب أن يحكوا كتاريخ، ويجب أن يحفظوا من النسيان. هذه المسألة يجب أن يتم التركيز عليها، هي ليست مجرد تاريخ، هي واقع وهي أيضا مستقبل. أشكرك جزيل الشكر منى حوا، مديرة حملة الأندلس، كنت معنا من الرياض.